تستمر المعارك الطاحنة بين القوات الأوكرانية والروسية على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف وسط تقارير عن تقدم للقوات الروسية، حيث أصبح يفصلها عدة كيلومترات عن قلب العاصمة. وفي آخر التطورات، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الجزء الأكبر من القوات الروسية يبعد حوالي 30 كيلومتراً عن قلب كييف، مشيرة إلى أن الجيش الأوكراني يبدي مقاومة عنيفة في جميع أنحاء البلاد. وزارة الدفاع الروسية قالت إن الجيش الروسي قصف بالصواريخ مواقع حيوية للجيش الأوكراني، في حين قالت الدفاع الأوكراني إن صاروخاً روسياً أصاب مبنىً سكنياً قرب مطار جولياني في كييف بالتزامن مع هجوم آخر على قاعدة عسكرية قرب العاصمة، مشيرة إلى أن الجيش احتجز ما أسمتهم بمخربين روس في كييف. بدوره، أعلن وزير الصحة الأوكراني مقتل 198 شخصاً بينهم 3 أطفال نتيجة الهجوم الروسي دون توضيح، فيما إذا كانت ضحايا هم من المدنيين فقط، في حين أكد رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في العاصمة. حرس الحدود الأوكراني قال إن روسيا أغلقت الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود أمام حركة الملاحة البحرية، في حين أعلنت دول البلطيق إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية. من جانبه، صرح الكرملين أن القوات الروسية بدأت التقدم في أوكرانيا مجدداً بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف الهجوم مساء الجمعة ترقباً لمحادثات مع كييف، مشيراً إلى أن الأخيرة رفضت المفاوضات مع موسكو، لكن مكتب الرئيس الأوكراني قال أن بلاده لم ترفض المفاوضات.